طيب دلوقتي خلونا نروح لإجابات المتابعين على سؤال حلقتنا النهاردة في نهارك أبيض. كنا سألناهم عن رسالتهم للجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك بقيادة كابتن أسامة نبيه. تعالوا كده نشوف إجابات الجماهير على السوشيال ميديا كانت إيه، والبداية من عند سيد فارس بيصبع علينا بيقول: احب اقول للجهاز الفني الجديد للزمالك بقياده كابتن اسامه نبيه انكم ابناء النادي ومحدش هيحب النادي اكتر منكم، فكونوا على قلب رجل واحد لاجل مصلحه نادي الزمالك وجمهوره العظيم. كل التوفيق ليكم فيما هو قادم ان شاء الله، زملكاوي وافتخر. وائل ميلاد بيقول: ربنا معاكم ويوفقكم جميعا والزمالك يرجع احسن من الاول ان شاء الله. محمد حسين بيصبع علينا: صباح الفل يا محمد. بيقول: رسالتي للجهاز الفني الجديد لازم التركيز في المباريات المقبلة ووضع التعليمات الصحيحة وتصحيح المسار، زملكاوي وافتخر. ميسة بتقول: ان شاء الله التوفيق للمحترم كابتن أسامة نبيه والخلوق كابتن اسماعيل يوسف، هؤلاء ابناء النادي الحقيقيين، كونوا على قلب رجل واحد. لولا بتقول: صباح علينا، اشكرك يا لولا. وتقول: ان شاء الله كابتن اسامه والجهاز الفني هيثبتوا للكل ان الزمالك اقوى بابنائه وكل الدعم ليهم، ومحتاجين تركيزهم على ما هو قادم، وربنا يوفقهم يا رب.